تحية لكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج والله أعلم. اليوم سنستكمل الحديث مع فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور علي جمعة ما كنا قد بدأناه معه في الأسبوع الماضي. تحدث فضيلته وفند الفتنة الكبرى وما حدث من خلاف سياسي أو فتنة نتيجة لمقتل سيدنا عثمان، وما حدث بعد ذلك من مواجهة ما بين الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وما بين جزء أو طائفة من المؤمنين، وكانت تتواسط السيدة عائشة في هذا الأمر، وما حدث بعد ذلك من مواجهة ما بين جيش معاوية وجيش الإمام علي، وبداية خروج أو ظهور الخوارج الذين انشقوا على الإمام علي أو من جيش الإمام علي. اليوم نتحدث ونكمل هذا الخيط في هذه السلسلة التاريخية الهامة. للأسف الكثير منا لا يعلم قدرا وافيا ولا قدرا واضحا من المعلومات حول هذه الفترة المهمة في حياة هذا الدين وفي حياة هذه الأمة. اليوم سنستكمل مع فضلته الحديث ونتحدث حول بداية ظهور الشيعة، ولماذا ظهر الشيعة، وهل الخلاف السياسي تحول إلى انشقاق طائفي في صفوف المسلمين، وهل هذا اليوم الذي ظهر فيه الشيعة وخرجوا من طائفة السنة أو من السنة، هل هذا بداية الانشقاق في صفوف الأمة الإسلامية، وأمور أخرى تتعلق بالاختلاف المذهبي ما بين السنة وما بين الشيعة. حلقة هامة نضعها أمام حضراتكم إن شاء الله بعونه وتوفيقه. لكن في البداية أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا. أهلا بفضيلتكم. بارك الله فيكم مولانا. الحقيقة بنستفيد من فضلتك كم استفادة الحقيقة هائل في توضيح المعلومات والحقائق وإزالة اللبس في عدد من الأمور المهمة التي لا نعرف عنها شيء، لدرجة أن أحد المثقفين أو المتعلمين قال لي سؤال: هل الشيعة لهم قرآن غير القرآن الذي بين أيدينا؟ إلى هذه الدرجة الناس للأسف يعني الحقائق ملتبسة بالنسبة لهم. لكن اسمح لي مولانا أن نبدأ من المدخل التاريخي. لماذا أو حتى متى ظهر الشيعة، ولماذا ظهروا؟ يعني هل هناك كان هناك سببا دينيا أم سببا سياسيا وراء خروجهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نبدأ من اللغة، فكلمة شيعة معناها الأتباع والأنصار والموالين والمريدين ومن حولي فهم شيعتي، ولذلك فهي كلمة محايدة. أتبع من وأنصار من ومريد من حسب. ولما حدث يعني هذه الفتنة التي أوقع الشيطان فيها أفهاما مختلفا حول مقتل سيدنا عثمان، والحق في الحقيقة عند التدبر والتأمل والبعد عن مشكلات الزمان، يعني احنا خرجنا عن نطاق الزمان وبنتأمل ما الذي حدث وكذا إلى آخره، نرى أن الحق مع سيدنا علي، وأن مراد أهل الفتنة ابتداء عندما أثاروها على عثمان لم يكن خالصا في قضية المطالبة بالمساواة أو المطالبة بالعدالة كما هو كان ظاهرا للاعتراض. كان الاعتراض مبني على أنك يا عثمان تولي ولاة علينا لا نحبهم، تولي ولاة قد يكون لهم قرابة وثقة بك ولكنهم ليسوا أهل كفاءة، تولي ولاة هم أقل درجة من الولاة الذين نريدهم. واختلطت أمور كثيرة في هذه المفاهيم، من ضمنها مثلا أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ونور حاله في الدارين آمين أراد أن يحرك الراكد في مصر مثلا، بلدنا. فسيدنا عمرو بن العاص ماسك الطائفتين المالية والعسكرية والسياسية، فأرسل له أخا له في الرضاع، يعني ليس في مرتبة عثمان وليس في مرتبة علي وليس في مرتبة عمرو بن العاص، عبد الله بن أبي صرح الذي أحل نبي الله دمه أصلا في مكة، ثم أنه جاء فاستتابه وتاب. ويقول الرواة أنه حسنت توبته عبد الله بن أبي صرح لما بقى شافوه
تمسك بالإسلام وأقامه وكان يصلي ويصوم ويجاهد وكذا إلى آخره وحسنت يعني هذه أحد كتبت الوحي يا مولانا الناس ولا نعم كان أحد كتبت الوحي قبل ذلك قبل نعم. ذلك نعم. ولكنه اعتدى لسانا على نعم. نساء المؤمنين واعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره نعم. المهم عبد الله بن أبي صرح وهو على فكرة ليس من الرواه، احنا قلنا الرواه خلاص هم 100 اللي هم 1800، هو من 9900 اللي عارفين اسمهم وكذا، ولذلك الحاكم ينتقده، واخد بالك ازاي؟ لكن بقيه الائمه لا، يقولوا ده الصحابي والصحابي له فضل علينا وله كذا الى اخره. فعبد الله بن ابي صرح افتح افريقيا وخد لك 4% من الغنائم، 4% من 4 مليار، يعني هيطلع له مليار فيها. عبد الله بن ابي صرح بغض النظر عن هذا الناتج الا انه فعلا جاهد في سبيل الله وعرض نفسه للمشقه وفتح افريقيا ونجح. عمرو زعل انه اخذت منه الجانب العسكري، وبعد زعل وتطور واعترض، قال لا انا ما ينفعنيش الكلام ده. طيب ما هو فيه حاجة في الإدارة الحديثة، لكن ساعتها نفس البوادر دي بدأت تحصل من العمل. بيقول لك إنه أي واحد يطوف على 12 سنة ما يبدعش، وهو دي يمكن كانت أزمة حكامنا، ساعات ربنا بيسترها معاهم ويموتوا، لكن ساعات بيمتد بيهم العمر، فإذ بيهم بيتعبوا وما فيش إبداع. محمد علي عمل كده، محمد علي لما ابتدى به العمر المنحنى نزل ما طلعش، لكن تاخد بقى من بعد محمد علي اللي قعد 6 اللي قعد 10 اللي قعد كذا الى اخره، ولذلك لسه ال 12 سنه اللي بيقولوا عليهم الاداريون المحدثون اخر الابحاث، ان 12 سنه بعد ما 12 سنه وانت في منصب معين بعد كده ما تبدعش، مخك ما يجيبش، تألف المكان والمكان يألفك وما يعملش حاجه. فيبدو انه حصل كده العمر، عمر موجود من زمان، واخد بالك ازاي، ومستمر. فسحب منه الجانب العسكري، زعل واشتد زعله، فراح سحب منه الولايه كلها. ما انا مش هشتغل مع واحد زعلان، ثم انه هو يعني الحكايه نامت. لكن لما جه عبد الله بن ابي صرح نشنش عمله وكده الى اخره، وولى مكانه عبد الله بن ابي صرح، يبقى مين عدو عثمان؟ لانه اتخذ منه هذا الكلام، وبغض النظر عن قضية علو حال الصحابة، لكن اللي حصل تحليلا كده ايه؟ ان عمرو ابن العاص يبقى عدو عثمان، ولذلك رأيناه مع معاوية بعد كده بيقاتل علي. مظبوط. طب انت بتقاتل علي ليه؟ ما هو وقلنا الكلام ده، وقلنا كلام سيدنا الشيخ محمد الغزالي لما كان زعلان منه بتاعه، وبعدين جاله في المنام قال له لان سيدنا عمرو ده كل اهل مصر الى يوم القيامة في ميزانه، يبقى ايه بقى؟ يبقى ده حاجه تانية. لكن احنا بنحلل سياسيا فقط واداريا وعلميا وكذا الى اخره، وهم قد سبقوا برحالهم وحطوها في الجنه، هم قاعدين في الجنه يتفرجوا علينا، ويمكن يكونوا بيضحكوا علينا ايضا واحنا قاعدين نعمل كده. لكن احنا عايزين نستفيد من دروس نطبقها في الواقع مع الاجلال والاكرام والتعظيم وكذا الى اخره مع هؤلاء الثله الجماعه يعني المجموعه من خيرة خلق الله ممن نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم الحاصل لما حصلت الأحداث دي كلها، فين العدالة؟ أدي الكلام الأولاني خالص للتفريق، وبدأت المناداة بالعدالة، فاندس في وسط هؤلاء الناس. ولذلك لما الحكام بيقولونا يا جماعة بنخاف ان انتوا تعملوا مظاهرة فيندس فيكم كده، فبنقعد نضحك عليهم ونقول لهم هو كل مرة هيندس؟ كل مرة بيندس، من 1400 سنة هو قاعد يندس، يعني دي زي سنن الله في خلقه كده، ان الهوجة والفوضى وكده تجيب الاندساس، وتجيب الطابور الخامس، وتجيب العملاء، وتخلي الخارج يلعب بيا. الله، ناس بتعمل لمصالح الخارج ده ما يعملش لمصالحه ليه؟ انت فاكر لما الثلاثة المخلفين
فكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه جاله الروم قالوا له احنا عارفين عندنا خبر، شمنا خبر ان صاحبك زعلان منك، ما تيجي معانا. الله، صاحبك زعلان منك؟ طب وانتوا مالكم؟ ايوه لازم عايزين مصالحهم، ودي الحاجة الجديدة دي هتضيع مصالح كثير جدا منهم، لانها مبادئ اخرى، لانها منتجات اخرى، لانه اسواق اخرى، لانه تمكنات اخرى، هتحدث شغلانة كبيرة. فالمهم ان هؤلاء الثوار الذين ثاروا على عثمان كان بعضهم مخلصا منبهرا بالمبادئ العليا من العدالة، من الكفاءة، من كذا وكذا، وبعضهم كان مغرضا. غرضوا ايه؟ تفريق الدولة، ودي اكتبها بطائفة جامدة كده عشان كثير من الناس اهملوا الكلام فيها، ان هذه الحركة كان غرضها تفريق الدولة. ورحنا احنا بقى شمينا الكلام ده من كلام سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو يأمر عثمان بألا يخلع قميصه. صحيح. طب ليه ما يخلعه خلاص وهي دنيا وعثمان عنده 80 سنة اللي هو يسيب الحكم، يعني يسيب الحكم او الولاية. فقال له 3 مرات اوعى، فإنما يريد المنافقون أن تخلع قميصا قد قمصك الله إياه، اوعى تخلعه. ليه؟ ليس لدنيا، لأن سيدنا ما بيأمرش بدنيا. أمال بيأمر بإيه؟ بيأمر باستقرار الدولة ووحدتها وعدم تجزئتها وكذا وكذا وكذا. هو الحكاية شغالة من ساعتها، شغالة من قبل كده بكتير، من أول ما قامت فكرة الدولة، من أول ما قام فكرة جيش بيدافع عن الدولة، من أول ما قام فكرة أمن، من أول ما قام فكرة قضاء وعدالة وتنفيذ للأحكام، من أول ما قام للاجتماع البشري قائمة، والحكاية موجودة. قتل قابيل لهابيل ما هو موجود، نفس الحكاية. فإذا القضية تملي تخليني معاك في إنشاء ونشأة وتطور وافتراق هذه المصايب اللي حصلت في الأمة، تفريق الدولة. الدولة اجتمعت وأصبحت من إفريقية لغاية الهند، عايزين نفتتها بقى لأن دي دولة عظمى هتطلع لنا وهتقرفنا. دي ما تتنسيش، تفريق الدولة، تجزئة الأرض، كل واحد ياخد بلد وتبقى إمارات صغيرة زي ما عملوا في الأندلس بعد ما كانت على خلافة واحدة، جزؤوها وبقى حاجة اسمها ملوك الطوائف. صحيح. ودمروها من الداخل زي ما عملوا فينا الأقاليم، حولوها في سايكس بيكون إلى ما هو حادث الآن، ونشأت فكرة الدولة القومية، وقاعدين نهنطر في الدولة القومية كمان. نعم، وبنفتت في الدولة القومية، بنفتت في الدولة القومية علشان كيسنجر وبيسنجر ومش عارف الفوضى الخلاقة واللي ما خلقهاش. هي 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 هو في ايه؟ والانسان ما يتعلمش، هو الانسان مش راضي يتعلم ومش راضي يحلل ومش راضي يربط ما الذي حدث. وده اهم درس في التاريخ بنستفيده، ان نرى سنة الله في كونه حتى نستفيد منها في واقعنا احنا، ونتخذ القرار المناسب ونرتكب اخف الضررين. اخف الضررين، يبقى اخف الضررين هو اللي عمله سيدنا عثمان. سيدنا عثمان اتقتل، نعم، ودمه نزل على كذا، ومراته اتقتلت واتقطع ايديها وكذا الى اخره. وفوجئنا برأيين في الصحابة، الامن اولا او الايمان اولا. خرجت عائشة والزبير وطلحة، وخرج معاوية مرة أخرى من هذا، وسيدنا علي قاوم هذا الاتجاه وقال أبدا، ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بشيء في اوعى تقلع القميص، فيبقى الأمن أولا، لأنه لا إيمان إذا كان لا أمان. هذا الكلام اللي احنا بنحلله مش موجود في الكتب بهذه الطريقة، لكن دي قراءة واعية لما هو مكتوب في الكتب. نعم. حدث بقى بعد كده ان معاوية بجيشه هيهزم، فكرة التحكيم جاءت. طبعا كل حاجة بتبقى موجودة، ام في روايات ضعيفة وخيالات بتضاف اليها، لكن اصل الحكاية موجودة. كانوا بيضربوا بعض 10 ايام بعد 3 شهور قاعدين ينقروا بعض كده، وبعدين المعركة الكبرى قعدت حوالي بتاع 10 ايام، وبعدين وجدوا ان احنا نعمل هدنة.
الهدنة تستمر لغاية رمضان، وجلس كبار معسكر علي مع كبار معسكر معاوية واتفقوا على الهدنة لغاية رمضان. وبعد كده سيدنا علي قال طيب خلاص حاضر، برضو حقنا وارتكابا أخف الضررين وموائمة لما هو كده، فاختار الصواب رضي الله تعالى عنه وعليه السلام. رجع بجيشه إلى الكوفة، وده رجع بجيشه إلى دمشق، وهدأت الحال نسبيا مع أن الوالي الشرعي والحاكم الشرعي هو سيدنا علي. ومن هنا خرج 12 ألف من جيش علي الذي كان قوامه نحو 80 ألف واحد، خرج 12 ألف. حاول علي أنه يقنعهم بالطريقة العامة، رجع حوالي يمكن 6. ذهب عبد الله بن عباس لهؤلاء 6 فرجع منهم 2، وبقى معهم 4000 مصممين على أن علي كفر ومعاوية كفر وكذا، ونشأت النابتة الخوارج الذين في الظاهر من بره هلا هلا، من جوه يعلم الله، من بره رخام من جوه سخام، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوا من قتلهم كان أولى بالله منهم. ده سيد الخلق اللي بيتكلم عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، لأنهم يشوهون صورة الإسلام فينشئون صورة ذهنية في العالم بخلاف تماما ما أرادوا تحت عنوان الإسلام، زي مسجد ضرار ما كان تحت عنوان المسجد وهو يستحق التحريق والتدمير، لأنه هو الذي يدمر وهو الذي يفرق وهو الذي يضيع الأمور. نعم مولانا، بينعش الذاكرة من جديد لكي نكون مهيئين إن شاء الله بعد الفاصل، بعدما تعرفنا من فضلاته كيف خرج الخوارج، السؤال الثاني كيف ولماذا ظهر الشيعة، هو الوجه بقى المقابل. صحيح، المقابل للخوارج. نعم. إن شاء الله بعد الفاصل، ابقوا معنا. الشيعة ليهم معتقدات غير السنة خالص. الخلاف خلاف عقائدي بين سنة وبين شيعة، المسلمين واحد ما فيش اختلاف، بس احنا بنفرق. كل بيقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، ده ما فيش خلاف فيه، لكن الخلاف بقى ان احنا ما بنحبش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابه، هم بيسبوا اصحاب النبي عليه السلام. الشيعة دولة المفروض نحاربهم لأنهم دول بيسبوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وآل البيت رضي الله عنهم جميعا. الاختلاف ثابت وقائم، يعني هو معروف يعني ولن ينتهي طالما هم بيكرهوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والصحابة، لأن هذه مذاهب يعني أساس راسخ عندنا كمسلمين نحن نتبع الصحابة، فطبعا ده بيختلف، صعب نحن نتلاقى في نقط معينة عندهم، يعني لكم دينكم ولي دين. أستاذ مولانا، نؤجل بس التعليقات على التقرير يعني دقائق قليلة، لأن فكرة لكم دينكم ولي دين فممكن يكون مدخل. لا معلش، هو يقصد مثلا أنا ليا طريق وأنت طريق. بالضبط، طريق وطريق. يعني طبعا هي عبارة شاعت كمصطلح، ومصطلح بيتبرك بالقرآن لكم، لكن هو ليست تفسيرا للقرآن ولا استعمالا ل الديانة المنفصلة أو تكفير الآخرين أو كده. لا، هو بيقول إيه، إحنا دينا طريقنا وهو ليه طريقه يا عم. لكن التعبير ده تعبير استعمل في هذا المعنى الأخف من لكم دينكم ولي دين. فهو الرجل لا يقصد الدين ودين، يعني لا إطلاقا نهائي، ودي لهجة المصريين هكذا. طب يعني مثلا لو اختلفنا في حاجة تجارية ومالك أنا طريقتي كده، تقول لي بس أنا طريقتي كده في الإدارة مثلا أو في قيادة عملية تجارية، فأقول لك طيب لكم دينكم ولي دين. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أذن لاختلاف العقائد واختلاف الأفكار حتى فيما يتعلق في أهم شيء من الخلاص وهو الدين، فيبقى الحاجة اللي بيني وبينك دي تبقى مندرجة قوي تحتها، وهي الخلاف في الإدارة ولا في كذا إلى آخره. اللغة
اللغة مهمة جدا علشان نفهم بعمق ايه الحكاية دي. نعم. طيب نروح لمولانا اللي بدأت ظهور الشيعة، ظهروا امتى وليه؟ ظهروا، ما هو اللي بقى مع علي بقى من شيعته واتباعه ومريديه وكذا الى اخره، اللي هم بقيت 80,000. تمام. ولذلك الشيعة الاوائل اللي هم كانوا مع علي منهم اهل السنة طبعا، واخد بالك؟ ومحدش بقى يقعد يلعب على الحتة دي وياخدها وينشر لي ويقول لي اصل اهل السنة شيعة وبتاع، بلاش ايه الطريقة دي هي. لا، هم كانوا بالشكل ده شيعة علي بالمعنى اللغوي، نصروه عليه، نصروه كما امرهم رسول الله، ومشوا وراه ومشوا ورا الحق وكل حاجة. الجماعة دي الجمهور الكبير اللي هو بقية 80,000 اللي هم احنا قلنا راحوا ستة وراح منهم اتنين كمان، يبقى اربعة، اربعة من 80، وهو طبعا 80 ده اللي كان جيش معاوية، فاذا هو معاه 100,000 راح منهم اربعة، 4% خوارج، 96 شيعة علي. خلاص، شيعة علي دول راحوا انقسموا مرة تانية الى قسمين، الى 6% بقية العشرة، واخد بالك ازاي، غالوا في علي، و90% كانوا الستة من عشرة يسموهم ايه، العامة، الجمهور اللي هو 90% جمهور، السواد الاعظم، ما هو 90%. فالشيعة معترفة بهذا، الخوارج معترفة بهذا، والباقي ده سمي أهل السنة. أهل السنة ليه؟ لأنهم استمروا على المحجة البيضاء التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الكتاب واتباع السنة وحب أهل البيت الكرام، ولم يغالوا في أحد، ولم يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى فأخلت الأمة من بعده بالوصية، وهي أفكار عجيبة غريبة دخلت إلينا من قبل بعض الذين أسلموا من اليهود. قالوا على فكرة ده احنا عندنا نصوص، موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام راح عطل الغلام بتاعه يوشع ابن نون وصية بأنه يبقى الحاكم من بعده، فلازم النبي يكون عمل كده. ها، ابتدت الأوهام بقى تدخل هنا، قدسية سيدنا علي، قدسية سيدنا، فين ده، فين، ما حصلش ده، الكلام ده كذب يا جماعة. فراحوا قالوا لا مش كذب، ده هو وصلوا. طيب وصلوا فين؟ ابتدوا بقى يجيبوا نصوص، النصوص دي بقى ابتدينا ايه نختلف على تفسيرها، يعني ما هياش قطعية. حاجة اسمها حديث الغدير، غدير خم، واخد بالك ازاي، انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. طب ماشي، طب على فكرة هارون ما جاش بعد موسى، ده هارون كان مع موسى ردءا له وكل حاجة، ده اللي جه بعد موسى يوشع بن نون، تاخد بالك يعني. حتى هنبدأ بقى نختلف بقى، ويقول لك لا ما هوش يوشع بن نون، لا انت الكلام ده غلط، لا مين اللي قال واللي عاد، لكن المهم هو ده كان السبب، انه هو في وصية ولا ما فيش وصية. فكرة الوصية بقى طلعت بعد الهيصة دي، اللي هي ايه الهيصة، حرب، الحرب اللي عملتها عائشة، الحرب اللي عملها معاوية، الحرب اللي انتصر فيها سيدنا علي في الطرفين انتصار سياسي حتى مع معاوية، لأنه لم يستطع أن يتغلب عليه وهو جاي من الكوفة كل المسافة دي، وعبد الله بن سبأ ده رجل يهودي وأسلم وجاب فكرة الوصية. قلنا له طب يا عبد الله يا ابن سبأ، طبعا الشيعة تنكر وجود عبد الله بقى، ودخلنا بقى في مواويل، في مواويل، نثبت حاجة ينكروها، نقول حاجة، نروي حاجة ينكروها، كذا إلى آخره. يا عبد الله، إذا كان ده الوصية دي حاجة مهمة قوي كده وجزء من الدين وحاجة يعني، امال هي فين في القرآن؟ قال شلتوها. راحت الأمة منفصلة. شلناها، يعني هو في حاجة في القرآن كانت موجودة وكل الناس دي حافظة القرآن وبتقول القرآن وبتعلم القرآن، وتشالت؟ قالوا يجرى ايه يعني، انت واخد بالك؟ ابتدينا بقى في قضية اللي انا بسميها الوهم اللذيذ، الاوهام،
ودي لا خطورة ما يحدث الآن من إن كل واحد عنده فكرة وتحت حرية الاعتقاد وحرية الفكر وحرية التفكر وحرية مش عارف يقولها. لا، الفكر طليق وحر ولابد من أن يكون كذلك، ولكن بالدليل. طب وإذا لم يكن هناك دليل يبقى يعني ما زال في طور الفرضيات العامة. هل ممكن يكون كده؟ يعني دي تبقى نوع من أنواع إيه؟ عرض الأفكار وما صممش عليها بقى ما دام ما معيش دليل. ففي فرق بين الفكر المستقيم والفكر الطليق. الطليق ده معناه إنه لا رابط ولا ضابط وبنفكر، ماشي فكر. أنا متخيل يا أخوانا إنه إن إحنا نقول كذا وما أقول له لا ده ما ينفعش لأنه هيصطدم مع كذا، ونتفاهم كده مع بعض ونبقى حبايب كده. لكن لما تحول هذا إلى فكر مدلل ليس له دليل يبقى بتكذب، يبقى بتقول إنه ده فكر له دليل وما لهش دليل. يا جماعة كل ما يعرض الآن مما يختلف معاه مثلا العلماء والأزهر مع هذا الفكر، لو رآه فكرا مدللا لاستمع إليه، لكن ده ملوش دليل، يبقى إذن هو محض عرض. يعني خلينا نسمي الأمور بأسماء لغة، خلينا نقول إن في علم والعلم ده قابل للنقل، وإن في فكر والفكر ينبغي أن يكون حرا طليقا، وإن في نوع من الفكر ده جزء من الفكر اسمه العرض. ايه رأيكم يا جماعة الخير انه خطر في بالي كيت وكيت وكيت، عصف ذهني يعني. عصف ذهني بالضبط، انما مش حقائق، مش دليل. برين ستورمينج، ما هو دليل برين ستورمينج دي يعني عصف ذهني. ايه رأيك؟ يبقى ده في دور تمهيد الفكر. تمام مظبوط. لا، احنا حولنا العصف الفكري الى معتقد والى تخطئة المعتقد المدلل الثابت. طب ما هو ده ما حاجات غيظ، ده كلام يغيظ. صحيح. ولذلك احنا بنقول انه احنا مع دراستنا العميقه لما حدث، كان عبد الله بن سبا عمل كده واشاع هذا وخالت عليهم الشيعة علشان يقربوا الحته دي. قالوا عبد الله بن سبا ده مين؟ ده موهوم. ماشي يا عم موهوم، وما فيش عبد الله بن سبا، مش هندخل معاك في جدال. لكن الفكر بتاع الوصي فين هو في القرآن؟ وهل أنت تؤيد ما ورد في كتبكم كتير جدا أنه كان فيه في القرآن وأنه اتحذف، وأن القرآن ده تلت القرآن الحقيقي، وأن هذا القرآن بين دفتيه لم يحرف لكن هو ناقص، والنقص ده في سورة الولاية وفي سورة كذا، والنقص ده فيه الوصية وفيه عصمة الأئمة وفيه التقية وفيه ما نختلف معاكم فيه، وإن هذا القرآن ليس أيضا تحت أيديكم. طب إذا كان ليس تحت أيديكم لهم فين؟ قال مع الغائب المهدي. في واحد بقى محمد بن الحسن وهو الإمام الثاني عشر في الأئمة، غابة في السرداب وهو ما زال غائبا الآن، ولما هيطلع في آخر الزمان إن شاء الله، لما هيطلع عندنا كده بيبقى معاك قرآن كامل. ده 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 فكر أهل الشيعة، فكر ده الشيعة. فكر بعض أهل الشيعة، لكن مش كلهم، لكن الفكر ده موجود ومبسوس، وهو ده اللي خلى يعيني السلفية والنابلة يكفروهم ويقولوا الله دول بيقولوا ان القرآن كذا يبقوا كافر. تمام. احنا قلنا لهم لا، هدوا البال، احنا هندرس المسائل العلمية. يا جماعة اذا القرآن الوحيد هو اللي موجود دلوقتي؟ قالوا طبعا. وايران لما جت تطبع القرآن طبعته زي ما هو. سفير ايران مرة زارني وقال لي خد المصحف اهو مطبوع في ايران وراجعوا لحسن يكون مختلف. بيتريق يعني. يا عم نعرف ابن بابويا القمي يقولوا بابويا ويقولوا بابوي، لكن احنا عندنا المحدثون يقولوا بابويا، واخد بالك؟ سيبويا اراهويا، يقولوا ويه ده اسم شيطان، لكن هو بيتنطق في الفريق بابويا، فهو زي كده رائحة التفاح سيبويا، نفطويا عامويا كده. فابن بابويا القمي أنكر الكلام ده وقال إزاي الناس دي تقول الكلام ده؟
الكلام ده غير صحيح. ولكن فوجئنا بالنوري، ودي احد الحاجات الخمسة اللي احنا زعلنا، واخد بالك، من الشيعة فيها، وبعدين حاولنا ان احنا نصطلح في القرن العشرين. لكن قبل كده لقينا النوري، والنوري ده راجل كبير قوي، الطبرسي. والنوري الطبرسي راح مألف كتاب يا اخي غلس قوي الكتاب ده، وظل كثير من الشيعة ينكرونه، مش مصدقين انه حتى الشيعة بيقولوا الله، معقول سيدنا النوري الطبرسي يعمل كده؟ فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ورحم شاحن، وفي أول كده قال تعالى: إنا نحن نزلنا، يقول إيه؟ إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما قالش نحن، يعني مش حافظ القرآن. ما هو القرآن بقى طلع مش ما يتحفظش يعني. إنا نزلنا، غلطة، أنا عارف إنها غلطة مطبعية، لا ده مكتوب باليد، مكتوب باليد لأنه على الحجر. فالكتاب عندي نسخة أصلية عندي. يا جماعة ما بلاش كده، بلاش تقولوا ما فيش، وهو هو بده. قام عليه العلماء قالوا: الله يخرب بيتك، انت جمعت كل ما هو تحت الشيعة تحت في كتاب واحد عشان تفضحنا. فراح مألف كتاب بعديه اسمه ايه، رفع الارتياب عن فصل الخطاب، مصمم يعني، ودفن في المقام المرتضوي في يعني بجوار علي الرضا تعظيما له. يعمل ايه اهل السنة بقى؟ ما هو اهل السنة برضو معذورين لما انتوا مصممين على هذا الوضع. لما جه بقى سنة 1900 وكذا الى اخره، وحاول موسى، وحاول شرف الدين الموسوي ان هو يلم الدور كده، وحاول كثير الحقيقة من علماء النجف ومن علماء قم انهم يعني. وبعدين الى امتى الستة في المية هتتخانق مع التسعين في المية؟ ما تيجي نتفق ونشوف ايه الحكاية. بدأ وفود يجوا لمصر ويقعدوا مع مشايخها، ومشايخ مصر الحقيقة صدرهم واسع، قالوا لهم احنا مستعدين نجلس كويس ونعمل ده. وراحوا فضلوا يتفهموا بالشكل ده. كان في واحد الله يرحمه اسمه الصدوق القمي، والصدوق القمي اتفق مع الشيخ محمد المدني، ومع الشيخ كان بعد كده عميد كلية الشريعة، ومع الشيخ محمود شلتوت بعد كده بقى شيخ الأزهر، ومع الشيخ منصور رجب مات صغيرا الله يرحمه، ومع الشيخ عبد العزيز عيسى بقى وزير شؤون الأزهر بعد كده، ومع الشيخ عبد الله المشد بقى رئيس لجنة الفتوى بعد كده، كل ده وهم شباب. واتفق معاهم وقال لهم: يا جماعة ما تيلا نحل الحكاية اللي بيننا وبين بعض. قالوا له: طب وماله، نحلها يا أخوي. والراجل طلع مجلة وخلى رئيس تحريرها محمد المدني، وراح محمد المدني مطلع رسالة الإسلام، طلع منها 15 سنة من سنة كام؟ ابتداء من سبتمبر 49، وقفلت كام؟ قفلت بقى بعد كده 64. الصدوق القمي رحمه الله مات في الثمانينات يعني، ده هو حتى حصل الخميني وحصل كذا إلى آخره، لكن محمد المدني مات قبل كده، قبل الصدوق القمي. لكن مش هي القضية كده، فالرسالة الإسلام توقفت لأسباب أخرى، أسباب إدارية، أسباب مالية قد يكون، إنما حاولت إنها تحل المشكلات اللي قد نتكلم عنها يا النهاردة يا بكرة. إن شاء الله مكملين كمان بكرة، مكملين بعد فضلتك يعني. بس مش الموضوع كبير، مش مكملين البتاع ده ما هياش القناة، قناة مكملين دي قناة متخلفة، فإحنا مكملين في الخير إن شاء الله لعرض الأحوال ولتهدئة الحال ولتهدئة البال. الجماعة المباركة دي عملت حاجة مشروع اسمه التقريب،
والتقريب معناه يا جماعة يلا ابتداء نشوف اللي بيننا وبين بعض ايه، احنا زعلانين من بعض ليه عبر كل هذه القرون، لازم في حاجة. ثم ان كل واحد مننا يراجع هذا بالدليل ويحوله الى يا اما يعدله يا اما ينفيه يا اما كذا الى اخر. ايه رأيكم؟ قالوا خلاص احنا موافقين، وجلسوا وعملوا جلسات عمل كثيرة، وطلعوا في النهاية بخمس حاجات بيننا وبينه. خلاص هنتكلم عنهم إن شاء الله بعد بالتفصيل بإذن الله. بعد الفصل بعد إذن حضرتك إن شاء الله بعد الفصل. خليكم معنا. طيب يبقى احنا عرفنا قبل الفاصل من فضيلة مولانا ازاي ظهر فكر الشيعة الاول، وازاي عبد الله بن سبأ خدهم في سكة كده من المغلاة والتطرف والشذوذ الفكري. وانا عايز اقول حتى لو كان مش عبد الله بن سبأ، نعم، لكن في مجموعة من الافكار تولدت. صحيح. صحيح. احنا بنقول ان عبد الله بن سبأ عملها، هو بيقول لي لا ده احنا اللي عملناها. ماشي، طب ما هي هيها يعني علشان بس ما يوقفش يرد عليا في عبد الله بن سبأ ويعمل لي ابحاث في انكار عبد الله بن سبأ ويترك الافكار التي بيني وبين. صحيح. طب حضرتك قلت لنا بقى قبل ما نطلع الفاصل ان في خمس قضايا معلقه ما بيننا، ما بين السنه والشيعة. خلينا نحكي الحكايه من الاول. فضل. كان في واحد في روسيا زي كده ايه كبير فقهاء روسيا، مفتي روسيا حاجه زي كده، وكان يتردد بين روسيا وبين تركيا وبين مصر. وكان الناس هنا في مصر العيله المالكه تحبه، راجل كده ظريف لطيف وايه ويجي، وكان اسمه موسى جار الله. موسى جار الله، موسى جار الله ده يعرف له شويه لغات، يعرف روسي على تركي على عربي على فارسي على كذا، يعني شويه كده. شوف العلماء بتوع زمان دول كانوا يعرفوا اللغات دي، اللغات الشرقيه، مش عربي بتاع ده انجليزي وفرنساوي والماني، ها دي يعرفوا حاجه زي كده، بس ايه كان التملي مركزين. تلاقي كتير جدا عندنا يعرفوا ايطالي مثلا، مش يعني يعرف ايطالي وتركي وفارسي وحاجات زي كده. المهم موسى جار الله كان عمل حاجه غريبه جدا، وهو قال طيب انا راجل عالم وانا قاعد اسمع عن الشيعة والشيعة مش عارفين، طب ما انا اروح اقرا عنده. فدخل عندهم في قم وقعد في الدرس لمدة سنة، كل يوم على الله يروح يحضر الدروس، يعني كأنه راح الجامعة لمدة سنة يعني بمفهوم العصر بتاعه. وبعدين في إشكالات، دي كده هتعمل معاه إشكال، دي كده هتعمل معاه إشكال، دي كده هتعمل معاه إشكال، ويسجل علشان يشوف الإجابة على الأخ اللي كان سألك هو إيه الفرق بين السنة والشيعة. طلع بعشرين سؤال، طلع بعشرين سؤال، يبقى فيه عشرين نقطة مهمة والباقي وجهات نظر. رواية صححتها أنا، هو ضعفها، ضعفتها أنا، هو صححها. ها ماشي. خلاف فقهي مثلا أو خلاف في التصور أو كذا إلى آخره. موسى جار الله عرض العشرين سؤال لعلماء الحوزة في قم، الله يكرمكم يعملوا لي ايه، تجاوبوا لي على الأسئلة دي عشان تعباني شوي. خدوا الأسئلة، اعتبروا انه راجل غريب، اعتبروا انه هو طالب علمي يعني لسه ايه مش متمكن، اعتبروا اي حاجة، ما ردوش عليه. وقعد سنة تانية ينتظر الرد، ويفوت عليهم ويتابعهم وكذا إلى آخره، الله يكرمكم ردوا له على العشرين سؤال دول، طب حاضر بكرة بعده مش عارفين، ناس مشغولة ما ردوش عليه. خلاص موسى زعل وراح جاي مصر وألف كتاب اسمه الوشيعة في الرد على دين الشيعة. الوشيعة في الرد على دين الشيعة، في الرد على دين الشيعة، بعد ما انتظر سنتين اهو كده وما خدش اجابة. سنة درس وسنة وضب العشرين سؤال، عرض العشرين سؤال، تابع هذا وبعدين لقى انه ما فيش فايدة، ما فيش اجابة، ما فيش اجابة.
فراح واخد بعضه ماشي، وراح هو بقى ايه جايب العشرين سؤال، وجايب هم بيقولوا ايه من مصادرهم ومراجعهم وكذا الى اخره. على فكرة المصادر فعلا بتقول كده، زي الراجل ما كذبش ولا حاجة، وكان راجل دقيق وكان راجل امين مع نفسه ومعانا. الوشيعة في الرد على دين الشيعة او حاجة زي كده، او في بيان دين الشيعة، وانتوا بتقولوا كده، لا ده غلط علشان كذا وكذا وكذا. العشرين سؤال الوشيعة. الوشيعة كان عندنا راجل عظيم جدا فاتح مكتبة ومطبعة وكذا، كان اسمه محمد الخنجي الله يرحمه، ولسه عيلة الخنجي موجودة وأولاده موجودين ربنا يبارك فيه. محمد الخنجي راح طبع له الوشيعة، والحقيقة انه كان تعبان شوية جسديا موسى جار الله، وكانت الأمراء من العيلة المالكة يصرفوا عليه. ومات الراجل ده، انا اقول لك بقى فين؟ في مصر القديمة في مبرة محمد علي. أيوه. واخد بالك؟ أيوه. وقبره موجود هنا في مصر، موسى جار الله، وفي ناس كتير ما تعرفوش. وإحنا ترجمنا ترجمته من الموسوعة التركية، لأن الأتراك طبعا هو عندهم وعارفينه ولهم اتصال بيه باعتباره أنه كان مفتي روسيا، وأنه فيه اتصالات ما بين مفتي هنا ومفتي هنا. الموسوعة لما طلعت في الأخيرة في الوقف الإسلامي، وجدنا ان هم مترجمين ترجمه حلوه قوي، وجامعين ماده كويسه قوي عن موسى جار الله، حتى صورته حتى قبره حتى كذا الى اخره، فترجمنا ده ونشرناه. موسى جار الله في الوشيعه لخص لنا الحكايه في ايه؟ في 20. ال20 دول منهم خمسه مفاصل، منهم خمسه مفاصل بالنسبه للمذهب الشيعي، مفاصل بالنسبه لاهل السنه يعني مش هقبلها، مفاصل بالنسبه لاهل السنه انه دول ما فهمش يعني اتصال. يعني زي ما بيقولوا المصريين في لغتهم العاميه حرقين شويه، يعني مش هنقبلهم، مش هنقدر نقبلهم. ايه هم المفاصل الخمسه؟ نمره واحد، البداء. ايه البداء ده؟ انه ربنا غير رايه، لا حول ولا قوه الا بالله. واخد بالك؟ احنا ما عندناش كده جل جلال الله. نمره اتنين، تحريف القران. يبقى البداء وتحريف القرآن. نمرة ثلاثة، التقية. نمرة أربعة، العصمة. نمرة خمسة، تكفير الصحابة. تمام. دول الخمسة احنا مش قابلينهم يا أخي، مش مبلوعين لنا من زور. ما ينفعش نقول على الله كده، ما ينفعش نقول ان القرآن ناقص وحرف وكذا، ما ينفعش نقبل مبدا التقية ان احنا يعني نقبل الكذب، الكذب ما ينفعش ان احنا نقول ان في معصوم بعد سيدنا النبي عليه السلام، لانه ده هيبقى مصدر للتشريع. صحيح. وخلصنا. صحيح. ما ينفعش ان احنا نسب الصحابه وهم خير جيل. فراح من هنا بين المحصور بيننا وبين بعضه، اللي كان اللي بعد المجادلات وبعد كذا والمناقشات الخمسه دول. فاحنا بنتناقش مع الصدوق القمي، يا عم الشيخ الصدوق انت راجل طيب، واحنا ما عندناش مانع ان احنا نوحد المسلمين ونتفق، ما فيش مانع. ايه الخمسه دول؟ قال لا، الخمسه دول موجودين صحيح في بعض الكتب وكذا الى اخره، لكن الخمسه دول ممكن نتفاهم عليهم ولا يختل مذهب الشيعة، يعني يفضل زي ما هو باركانه وهيكليته كده، والخمسه دول نوصل لهم الحل. طيب كويس. والله مشيت رساله الاسلام لمناقشه الخمسه دول. تمام. قعدت 15 سنه تقريبا، وبعد كده قعدت 15 سنه وتوقفت لشيء انا لا اعرفه. تمام. وحتى ابن سيدنا الشيخ ابن الصدوق القمي موجود في مصر الى الان، يحيى ومصري، لانه الصدوق يعني هاجر الى هنا وبعدين رجع بعد كده لما حدثت دوله ايران، ومات في الثمانينات. يعني اخبرني احد علماء الشيعة بانه كان يراه سنه 84 مثلا او حاجه زي كده، لكن ده كله ده ابنه موجود. نعم. عبد الله. نعم. وكذا. لكن رسالة الإسلام بقت تاريخ، بقت عندنا في مكاتبنا لكنها تاريخ. طيب فهمونا يا أخوانا الخمسة دول إيه الحكاية بتاعتهم؟
قالوا احنا ما بنقولش بالبداء، ما بنقولش بيه ان ربنا بدل كلامه، حاجة انه ربنا بيغير رأيه او كذا الى اخره. انتوا مش عندكم حاجة اسمها النسخ، وان ربنا سبحانه وتعالى يقول حكمه وبعدين يطوره، وربنا بينزل شريعة وبعدين بيطورها. هو ده اللي نقصده. قلنا لهم لا، ده ما فيش حرج، لان الله هنا مش بدل رأيه، ده بدل حكمه. ها، بدل حكمه. وطبعا وارد في بعض غلاة الشيعة مش الاثنى عشرية، ان ربنا كان هينزل الرسالة على علي وبعدين راح مغير رأيه ونزلها على محمد وبعدين اتندم وقال لا ده انا كان علي احسن. بس الكلام ده ما يعتقدهوش اهل الشيعة، مش في غالبية الشيعة يعني، ولا غالبية ولا خلافه، دي حاجات اندثرت وراحت. ولكن في عبارات ما زالت توهم البداء، فقالوا لنا لا احنا عارفين تفسيرها، احنا ادرى بيها. طب احنا هنقبل منكم، حاضر ده هنقبله، ومش هنعتبره نوع من انواع التقية ولا حاجة، احنا هنقبله. البداء مش موجود، او مش موجود يبقى بين اربعة. طيب مولانا استاذن في حاجة، فضل. ممكن بعد اذن حضرتك، لان احنا عايزين ناخد الخمسة كلهم كده شافيين مشفيين يعني. فبعد اذن حضرتك بالضبط، فممكن بس احنا كتبناهم بالضبط، البداء تحريف القرآن، التقية العصمة، وتكفير الصحابة، كده الخمس نقاط باذن الله بكرة نبدأ بيهم ان شاء الله. طب بارك الله فيكم مولانا. حاضر. لان معانا الاستاذ عيد والاستاذة نادية على التليفون. استاذ عيد اهلا بحضرتك. خلاص يبقى نحتليها بكرة. استاذ عيد اهلا بيك يا فندم. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كنت عايز اسال فضيله الشيخ، امبارح في احد البرامج في دكتور مصطفى راشد وهو عالم ازهري افتى بان الخمر مش حرام، وان مفيش نص قراني او ايه قرانيه بالتحديد بتثبت ان الخمر حرام، وبيقول على كده بقى كنا نحرم الفاكهه زي العنب وكده. فانا شايف ان حاجه زي دي ممكن تثير فلفله يعني، كنت عايز اخد راي فضيله الشيخ دي. تحت امرك يا فندم. استاذه ناديه اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت في سؤال بالنسبه للندر. انا ابني كان تعبان جدا وندر، قلت ان شاء الله لما لو ربنا شفاه انا هذبح خروف. طيب. وانا فعلا ان شاء الله يعني ربنا شفاه وهذبح الخروف. كويس. بس في نقطه، المبلغ بتاع الخروف كامل مش معايا. وانا معايا فلوس زكاه حد ادهاني من قرايبي، متبقي يعني مبلغ ومتبقي مبلغ لسه ما طلعش، يعني مبلغ طلع فلوس زكاة والمبلغ التاني لسه ما طلعش. فاستأذنت قرايبي دول ان انا الباقي من الفلوس اللي ما دفعتش زكاة بتاعتهم ادخلها في النذر بتاعي، لان المبلغ اللي معايا ما يكفيش. هل ينفع الكلام ده؟ تاخدي باقي فلوس الزكاه اللي هم مدينها لك عشان توزعيها، تحطيها على الفلوس اللي معاكي القليله بتاعت الخروف وتطلعي الاثنين في بعض. طيب حاضر يا فندم. حاضر. هم موافقين. حاضر يا فندم. يعني. حاضر. مولانا تقريبا احنا وقتنا خلص، بس استاذ عيد واستاذ نادية. مصطفى راشد، مصطفى فاسد، مصطفى اي حاجه، ما ينفعش يا اخوانا. هو يقول لك ما فيش محرم في القران، يبقى الزنا حلال؟ لان ربنا ما قالش حرمت عليكم الزنا ولا حرم عليكم الزنا، قال ولا تقربوا الزنا. وده قال فاجتنبوه. عارف فاجتنبوه يعني ايه؟ يعني النظر اليها حرام، الجلوس في مجلسها حرام، بيع الكرم علشان كذا حرام، زراعة العنب علشان اعملها حرام. هذه الحكاية فاجتنبوه. حرمت العشر من عشر وجوه. فلما الاخ مصطفى راشد يلبس لي ازهري، الله اعلم بقى هو ازهري ولا مش ازهري، وما احنا ما شفناهوش ولا اتعلم عندنا، واي واحد بقى دي ايه لعبة جديدة، لعبة جديدة ان هو يلبس ازهري ويقول انا ما فيش حجاب، الخمر حلال، الزنا حلال، اصلا انا من رايي كذا، فده كل واحد ايه يتلم بقى، لانه ده غلط. وده مش يشوش الناس، الناس ما تنظرش الى هذا، ولكن العيب الاصيل بتاعه هو في القناه. ده عيب القناه لما تحرش يطلع يتكلم، اصل الاثاره قبل الاناره. واصل كل واحد يقول واحد ايه واثنين ايه، ده علم ما هواش فعل. الست نادية لا ما ينفعش يا نادية تعملي كده، ولكن هتروحي تاخدي جزء الزكاة ده وهتحطيه على المبلغ بتاعك وتطلعي الخروف، وانت اقترضتي من الزكاة لازم ترضيها، ترجعهم تاني. لازم ترجعيها. مظبوط. ما ينفعش تحطي الزكاة في الخروف وتعملي ده مع ده، ما ينفعش كده. لكن
هم كام المتبقي؟ 1000 جنيه متبقي من الزكاة. في ذمتك الألف جنيه لازم تسدديهم وتسعي لتسديدهم إلى الفقراء، لأنه ليس في ملكك إنما في ملك الله. هل النذر ممكن يؤجل لغاية ما يكتمل المبلغ؟ ممكن يؤجل حتى يكتمل المبلغ، لكنها لو كانت عايزة تعمل كده على الفور، لأنه الدبح متاح ليها دلوقتي لأي ظروف، فيبقى دين. تاخد الفلوسة الزكاة بتاعت الناس وتردهم تاني بعد كده. بارك الله فيكم، وأنا شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا موصول لحضراتكم، نلتقي غدا بإذن الله على كل خير. إلى اللقاء.